بسم الله، مرحبا بكم. معكم ابراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان حساب السن العمر في اول اكتوبر بالسنوات والشهور والايام في الاكسل. هنحسب، هنقول للاكسل تاريخ الميلاد ونقول له احسب لنا العمر او السن بالسنوات والشهور والايام مباشرة تلقائيا. هو هيحسب لوحده ويطلع لنا النتيجة. ده اللي هنعمله في الفيديو الحالي. وكمان مرفق ملف العمل، ملف العمل اللي هنشتغل عليه في الفيديو الحالي هيكون موجود في وصف الفيديو، في وصف الفيديو آسف، وله كلمة سر هنقولها في خلال الشرح. وكمان لو حضرتك ما حملتش ملف العمل ده تقدر توصل لنفس النتيجة لو عملت نفس الخطوات. هنشرح الخطوات كاملة في الفيديو الحالي. مهم جدا دعمكم للقناة ومشاركة الفيديوهات وأيضا كتابة التعليقات. نبدأ على بركة الله. هحذف كل الداتا اللي عندي في الشيت الحالي، هسيب بس تواريخ الميلاد. وهقول له ايه؟ هقول له يا اكسل انا عندي هنا تاريخ الميلاد لمجموعة من الطلبة او مجموعة من الاشخاص، وعاوز السنة والشهر واليوم. السنة دي هجيبها ازاي؟ بس عاوزك تحسبه لحد النهاردة العمر ولا لحد يوم معين؟ من بداية تاريخ الميلاد لحد يوم معين؟ ايوه، لحد 1/10/2023. طب لو عاوزين نحسبه لحد النهاردة هنقولها برضو المعلومة دي ان شاء الله. طيب الأول بالسنوات، أنا هستخدم دالة مخفية في الإكسل اسمها date div. هقول يساوي date، طبعا لو دورت عليها هنا في الحاجات دي مش موجودة، مش موجودة الدالة دي من ضمن الدوال اللي مش موجودة، اسمها مخفية، موجودة بس مش مخفية. date div، وهفتح القوس بتاعها، حتى ملهاش واسطات ولا حاجة، لو رحت في ال FX مش هتلاقيها موجودة. أول حاجة هختار تاريخ الميلاد، وبعدين هعمل فاصلة منقوطة. وانتبه، في إصدارات إكسل بتعتمد الفاصلة المنقوطة، وفي إصدارات إكسل بتعتمد الفاصلة بس، تمام؟ فلو حصل عند حضرتك مشكلة وما وصلتش لنتائج في أي دالة، مش في الدالة دي بس، فاحتمال يعني تلقائيا كده ابحث او فكر ان المشكلة ممكن تكون في الفصل او الفصلة المنقوطة، غيرها وجرب وشوف ايه النتيجة. اخترنا التاريخ الاول، تاريخ البداية اللي هنحسب منه السن، لتاريخ النهاية اللي هنقف عنده، تمام، وفصلة منقوطة تاني حسب الاصدار بتاعي. وهعمل علامتي تنصيص، وبينهم في وسطهم كده هكتب، انا هنا في خلية السنة يبقى واي اختصار year، تمام. انتر، قال لي 19 سنة من 5/2/2004 لحد 21/10/1 اول ابريل، اول، اسف جدا. ركز ركز، اول اكتوبر 2023، ده 19 سنة وكسر وبعض ليه الشهور والايام. طيب كم شهر؟ هقول نفس الدالة، بس بدل ما استخدم الواي هستخدم الخاص، الرمز الخاص بالشهر، وهو في الدالة دي اسمه واي ام. يبقى هاخد نفس الدالة، بدل ما اكتبها تاني اهيت هاخدها كوبي نسخ، وهضغط كده سكيب، وهروح للشهر وهضغط لصق، ظهر لي نفس الكلام. هنا هروح ل y دي هكتب جنبها m، يبقى y m year month، وهقول له انتر، قال لي 19 سنة و7 شهور. وفي يام، هروح هنا واقول له لصق برضه، وهغير ال y دي الايام، بقى رمز اليوم في الدالة دي اسمه m d month day، ماشي، واضغط انتر، قال لي 26 يوم. يبقى الولد ده او الشخص ده تاريخ ميلاده 5/2/2004، عمره سنه في 1/10/2023 19 سنة و7 شهور و26 يوم. طيب نقدر نسحب المعادلة دي، المعادلات دي، خلينا نسحب السنة كده نشوف ايه اللي هيحصل. هيحصل خطأ. ليه خطأ؟ ليه الخطأ ده حصل؟ خلينا نروح للمعادلة دي. احنا لما هتجينا نحسب هنا، حسب لي من الخلية اللي باللون الأزرق اللي هي دي، للخلية اللي باللون الأحمر اللي هي دي، ماشي، بالسنوات. طيب اللي تحت ده ايه؟ حسب من الأزرق، لأن أنا سحبت لتحت لأسفل، للأحمر، نزل كمان بالأحمر هنا، دور على الخلية دي ملقاش فيها تاريخ، فعشان كده قال لي فيه هنا مشكلة.
الخلية اللي بالأحمر دي لازم أثبتها. أثبتها إزاي؟ أضغط على زر اف 4 من لوحة المفاتيح، أضيف لها علامة الاس دولار ساين قبل العمود وقبل الصف، قبل اسم العمود وقبل اسم الصف، والكلام ده هنعمله في كل الخلايا في كل السنة والشهر واليوم. اف 4 انتر واف 4. هتقول لي ما حصلش حاجة هنا، أيوة مش هيحصل حاجة هنا، لأن التأثير هيكون لما نسحب المعادلة. هنا نسحب المعادلة كده، قال لي هنا ده 19 سنة 16 سنة 11 سنة، الشهور والأيام ممكن أحددهم كده وأسحب من هنا، يبقى 16 سنة و8 شهور و4 أيام، 11 سنة و4 شهور ويوم واحد، أيوة لأن ده 30/5/2012. تمام جدا جدا جدا. في بقى نقطتين هنا أو 3 نقاط هنتكلم فيهم سريعا كده. أول حاجة، لو حذفنا تاريخ الميلاد ده، يعني لو عندي خلية فيها مشكلة، أو مثلا لسه مش عارف أنا تاريخ الميلاد الولد ده، فلسه هكتبه، فأول ما الخلية تكون فارغة كده هيديني أرقام خطأ، الرقم ده يكون ثابت معايا على طول. طب إيه المشكلة دي؟ المشكلة دي أو أحلها إزاي؟ المشكلة طبعا إن مفيش تاريخ بداية، هو مش عارف يحسب منين، يروح فين ويعمل إيه، ماشي؟ فبيبدأ يحسب من 1900 ماشي لحد 2023، فحسب 23 سنة، لأن الإكسل بيبدأ يعد من أول 1900، هو بدأ يعد من الصفر، الصفر عنده أو الواحد اللي هو 1 يناير 1900. وفهم موضوع الـ ازاي الاكسل بيحسب الايام وشو بيتعامل ازاي مع الوقت والايام والزمن ده مهم جدا. المهم ده مش موضوعنا دلوقتي. لو انت عاوز نشرح النقطة دي باستفاضة فاكتب لنا في التعليقات وان شاء الله نشرحها في مرة تانية. خلينا في موضوعنا دلوقتي، انا هحل المشكلة دي ازاي. اروح لاول ده اللي عندي في الصف بتاعي ده، وهقول له هنا لو الخلية اللي جنب دي فاضية فارغة ما فيهاش تاريخ من التاريخ، اعمل ايه؟ سيبها فاضية، سيب الخلية بتاعتي هنا فاضية. يبقى هقول له اف، هستخدم دالة اف العادية جدا الشرطية، وهفتح القوس بتاعها. لو الخلية اللي هي A6 مالها؟ بتساوي فراغ فاضية، اديني فراغ، اكتب هنا ايه؟ فراغ. ولو هي مش فاضية يبقى فاصلة من نقطة تاني، اديني الدالة ديت، وفي الاخر خالص اقفل الايه؟ القوس اللي احنا فتحناه في البداية. لازم اخر قوس ده لازم يكون وانا بقفله يكون لونه اسود، ماشي؟ ما ينفع لو اي لون تاني يبقى فيه مشكلة في الاقواس. هضغط هنا، هنا انا قلت له لو A6، بس مش عارف ايه اتكتبت بالسمول كده، هل فيها مشكلة؟ طب نضغط كده انتر ونسحب المعادلة دي نشوف ايه اللي هيحصل. بالظبط المعادلة شغالة، وهو عدل الايه اللي كانت سمول كتبها كابيتال اهوت. تمام جدا. نفس الفكرة دي هضيفها في ايه؟ في باقي الايه المعادلات اللي عندي. يبقى هاخد دول كده كوبي نسخ اهوت، تمام، واطلع من دي بسكيب واروح للشهر ده اضيفها هنا لاست، واقفل القوس انتر، وهضيفها هنا في نفس المكان كده لاست، واقفل القوس وانتر، واسحب تاني المعادلة هتتحل المشكلة ان شاء الله. تمام جدا. يبقى هنا لو في تاريخ ميلاد قلنا 30/5/2012 طلع لي ده، حذفناه يتحذف وما يسيبليش اي مشكلة في الايه الخلية. هنا نكتبه تاني 30/5/2012. جميل جدا. طيب النقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم فيها ايه بقى في الدالة دي، ان احنا لو عايزين نحسب مش لحد 1/10/2023، ده انا عاوز احسب لحد تاريخ النهاردة. عادي جدا ممكن اكتب تاريخ اليوم هنا او استخدم الدالة اللي هي today. يبقى انا ممكن هنا استخدم دالة today او يساوي today كده، وافتح القوس واقفله واقول له انتر، حسب لي السن على تاريخ النهارده، اكتب لي تاريخ النهارده هنا واحسب لي السن هنا. وممكن ما استخدمش الخليه دي اصلا، ممكن اكتب today هنا، يعني ديت ديف من A6 هنا اكتب today، اكتب ايه؟ today. تعال نكتبها كده
today تمام، ولما اكتب today اقفل القوس بتاعها اهيت هنا كده بس ونضغط انتر هيديني نفس النتيجة، لان هو بس هو انا مش معتمد على ايه على المرجع ده. طيب انا لو حذفت ده دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان كل الخلايا دي هتتلخبط خالص وهتبوظ المعادلة، ولكن الخلية دي هتفضل 19 لانها معتمدة على دالة today اللي هي جوه الخلية اللي هي هنا موجودة هنا هي ماشي. تعال نشوف كده لو غيرنا ده او حذفناه، نحذف ده، كل المعادلات اتلخبطت وظهر فيها اخطاء كل الخلايا ما عدا دي، لان دي معتمد على ايه؟ على الخلية، المعادلة بتاعتها جوه الخلية بتاعتها. هعمل تراجع تمام، وكمان هعمل تراجع لدي تودي دي هحذفها وهقول له اعتمد على دي، ومع التثبيت طبعا اف فورم لوحة المفاتيح ما تنساش. تمام جدا. فاضل اخر نقطة بقى اللي هي ان انا مش عاوز بقى 1/10/2023 بس، ده انا عاوز 1/10/2023 و1/10/2024 و1/10/2025 و1/10/2026. يعني يبقى البرنامج ده معايا اضيف تواريخ الميلاد الطلبة هنا اللي عندي او الاولاد او كده، يظهر لي مباشرة الايه السن بتاعهم، واتحكم هنا في قائمة منسدلة بايه بالسنوات. طيب اول حاجة هنا انا هكتب بعض السنوات للمستقبل، يعني هقول 1/10/2023 و1/10/2024 وهبدأ اسحب دول كده قليلا، يعني خلينا مثلا ايه لحد 2030 اهو تمام. يبقى احنا كده مغطيين 7 سنين جايين. الخلايا دي هعتمد عليها بقى هنا ازاي؟ هروح للخلية دي واقول له داتا بيانات وداتا فاليديشن للتحقق من صحة البيانات، وهنا اي قيمة اني فاليو في الاعدادات سيتنجز الاولى دي allow او السماح باي قيمة، هختار تاريخ، هختار قائمة ليست، والليست دي المصدر بتاعها او الريفرنس او السورس بتاعها هيكون المنطقة دي تمام. هو كتبهم لي هنا وثبتهم اهو، هقول له موافق. بعد كده خلاص انا مش محتاج دول بس مش هحذفهم لانهم موجودين عندي. طيب هخفيهم ازاي؟ انتبه بقى ايه اللي حصل. هروح للصفحه الرئيسيه، الخليه دي الفيل بتاعها ايه، الخلفيه بتاعتها لونها ايه، الارضيه بتاعتها لونها ابيض، يبقى انا ممكن هنا احدد دول كده واقول له خلي لون الخط ابيض. هما كده موجودين ولا لا؟ موجودين، بص كده معايا اهو، ده موجود فينا كلامه وده موجود وده موجود تمام، كلهم موجودين بس مش شايفهم خلاص لاني مش محتاجهم معايا خلاص. طيب انا استفدت ايه من الحركة دي؟ استفدت ان انا لما اروح هنا للخلية الصفراء دي هلاقي قائمة منسدلة بالارقام اللي انا اضفتها هنا في المنطقة دي في العمود جي. هختار اي تاريخ وليكن مثلا 2030، هلاقي ان الانسان ده اللي تاريخ ميلاده 5/2/2004 ده هيبقى سنه 26 سنة في 1/10/2030، 7 شهور و26 يوم تمام. طيب أنا عاوز سنة تانية، أنا عاوز سنة 2024 السنة اللي جاية ده حسب تسجيل الفيديو، يعني يبقى هو عنده كذا وده عنده كذا. تم تعديل وتحديث كل الإيه البيانات حسب التاريخ اللي أنت بتختاره من هنا. ده كل شيء بالنسبة للفيديو الحالي، يعني حاولت ان انا اشرح المسألة بكل التفاصيل باستفاضة كاملة، يعني ارجو ان اكون وفقت في شرح المسألة. شكرا لمشاهدتكم، دعمكم للقناة ده شيء مهم جدا وهيساعدنا جدا. وملف العمل كلمة السر بتاعته العمر، ألف لام عين نمرة، العمر خلاص. وإن شاء الله تقدر تحمله من اللينك المرفق الموجود في وصف الفيديو، وكمان لو قمت بنفس الخطوات هتوصل لنفس النتائج، وياريت تقوم بنفس الخطوات ده شيء يعني هيكون أكثر فائدة. ولو حصلت مشكلة اكتب لنا في التعليقات. شكرا لمشاهدتكم وإلى لقاء قريب، كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.